تقود في موازنة 18-19، وده رقم كبير جدا ويمثل يمكن تلت الموارد كلها او اقل من تلت شوية. طيب ايه اللي بيحصل في تحصيل هذه الضريبة؟ اللي بيحصل في تحصيل هذه الضريبة يا فندم ان القانون بيقول للراجل اللي هو بيحصل هذه الضريبة، طبعا اللي بيحصلها هو التاجر او هو بينوب عن الدولة، في ان هو بيحصل الضريبة من المواطن بمجرد ما يقدم له الخدمة وبيحتفظ بيها لمدة شهرين او اكتر، يحطها في البنك ياخد فوائدها يسددها ما يسددهاش. فدلوقتي الرقم الكبير ده المفروض الميكنة توصل، لان انا بمجرد كمنشأة تجارية ما بحصل وبطلع الرسيت للزبون، بدوس على الزرار نصيب وزارة المالية او نصيب مصلحة الضرائب بيوصل لمصلحة الضرائب في ذات اللحظة، وكده يبقى انا طبعا حق الدولة وصلها بانسيابية وسرعة اللي هي المطلوبة، وما نقدرش نستنى كل هذه الفترة. برضو فايدة المنظومة زي ما قلنا قبل كده، ان انا بقى مش مطلوب مني ان انا اجيب موظفين في كل حتة واقعد اقول لهم انزلوا لفوا وحصلوا الضريبة المستحقة. هنلاقي ان تكلفة التحصيل تبقى تعدي قيمة الضريبة او تساويها، يبقى انا ما عملتش حاجة، يبقى احنا قاعدين بنضيع جهدنا وبنضيع وقتنا. فهي الميكنة هي افضل طريقة لعملية التحصيل وليس الطرق اليدوية التقليدية اللي احنا كنا بنتبعها وما زلنا بنتبعها حتى الان. طبعا موضوع كفاءة المستحقين من دعم السلع والخبز والضمان الاجتماعي ده طبعا موضوع احنا بنشتغل فيه مع الحكومة وبتوجيه السيد الرئيس، وطبعا اجتماعات عديدة تمت في هذا الموضوع ونشرت اعلاميا، والمفروض ان احنا بنرتب بقى بياناتنا علشان نستبعد من هو مستحق ومن هو غير مستحق. وطبعا الرؤية ان ما سيتم توفيره هيوجه لنفس القاعدة اللي هي مستحقة يعني، او هنبدأ ندخل الناس اللي هم المواليد الجديدة. في برضه موضوع مهم جدا يعني سيادتك دايما بتتكلم فيه وبتواجه فيه ان احنا ناخد اجراءات، وهو موضوع تقنين الطلبات اللي هم وضع اليد على الاراضي اللي هم صلحوها وانتجوا منها وقدموا طلبات في المهلة القانونية علشان يحاولوا يقننوا وضع ايديهم على الارض علشان يبقى يقدر ياخد قرض على هذه الارض، يقدر يتعامل بشكل اقتصادي سليم، يقدر يورثها لاولاده وحاجات زي كده. سيادتك طبعا الموضوع ده في الطلبات حوالي 244 الف طلب تقنين تم تقديمه. الحقيقة ان اللي سدد رسوم معينة فقط من هذا الرقم حوالي 97% بس، يعني حوالي 40% من اللي قدموا هذه الطلبات قدموا رسوم بحوالي 5.4 مليار جنيه. طب المشكلة هنا ايه يا فندم؟ المشكلة سيادتك ان موضوع التسعير بتاع الاراضي، يعني هو دي موارد موجودة للدولة، الدولة زي ما سيادتك بتوجه انتم مستنيين الى بد من التحصيل، فطبعا فيها مشكلة ان موضوع التسعير فيه بطء شوية من السادة المحافظين، معرفش هل بيتخوفوا من ان هم يسعروا
ويجي حد بعد كده يقول لهم الارقام دي ارقام مش مظبوطة او حاجة زي كده، فلابد ان احنا هذا الموضوع ان احنا نبدأ نشوف له حلول. طبعا الميكنة اتكلمنا في الجلسة السابقة على منظومة التأمين الصحي، وبرضو في جلسة امبارح على تطوير التعليم، وده شيء أساسي في البنية المعلوماتية وقواعد البيانات. طيب في نقطة برضو مهمة وحضرتك برضو كنت واجهت بيها، اللي هي رسوم العبور بتاع الحاويات في قناة السويس. الحقيقة احنا اشتغلنا مع سيادة الفريق مهاب، والحكاية دي ان كانت جزء كبير من الرسوم اللي بتدفعها الحاويات الأجنبية أو النقلات الأجنبية اللي بتعدي بتدبر الدولار من جوه مصر، فدي كانت يعني مهزلة. فطبعا اتعمل ميكنة للإجراءات، وبقى في بنك مراسل للشركات التوكيلات الملاحية بيبعت من طرف واحد، يعني بيبعت من الخارج إلى الداخل فقط، ولا يحق له ان هو بعد كده يرجع او يسحب.